الهوارية برشا قاعدين يتسكنوا يتشكيو من تلوث متسبب فيه الواد هذايا. دونك حبينا نحكيوا عليه. هما يقولوا انه واد تصب المياه المستعمله فيه في بحر الهوارية وفي سيدي مذكور تحديدا، وصارت حتى استقاله من رئيس بلديه الهوارية وتعرضوا لضغوط وغيره. دونك مشكله كبيره صايره، حبينا اليوم نتبينها ونتوضحها بطبيعه مع الاطراف المعنيه. معنا سي عدنان الاحمر بالهاتف، مستشار بلدي ببلديه الهوارية. مرحبا بك سي عدنان. مرحبا بخير. صباح النور سي عدنان. مستمعين الكل. يعيشك سي عدنان. كنت تعطينا وجهه نظر نتاعك فيما يخص الاشكاليه هذه، وكنت تعطينا الصوره شنو اللي صاير، شنو هي حكايه هالواد هذايا، وهل بالحق قاعد يتسبب في تلوث كبير في البحر تاع الهوارية؟ اي انا نجم نعطيكم وجهه النظر من زوج زوايا، بحكم ولد المنطقه وخدمت على الموضوع هذايا من قبل ما نكون عضو في المجلس البلدي، وتويك في العضو المجلس عضو في المجلس البلدي كرئيس لجنه المياه والصحه والنظافه. موضوع وادي القرع بالحق يعتبر معضله حقيقيه في منطقتنا، في منطقه الهوارية وحتى في منطقه دار علوش المجاوره. وادي القرع تحول بالوضعيه الكارثيه البيئيه اللي موجوده عليها تويكا الى معضله حقيقيه تهدد صحه الناس وهددتهم، وكل المؤشرات وكل الوضعيات اللي صارت وحالات الوفيات خاصة على الناس اللي تسكن بجنب الواد تأكد اللي هو بالحق كارثة بيئية، خاصة في نلقاو كل دار. شكون عملها بربي سامحني، خلينا نحط الموضوع في نصاب. شكون عمل لها الكارثة هذه؟ شكون خذا الانيشيتيف وعمل لها الكارثة هذه وخلى هذه المياه المستعملة تصب في البحر؟ هي تراكمات نتاع سنين الحقيقة، وتطورت بتطور الوضعية. هي كيفاش؟ وادي القرعة هذا أصل الأصيل يبدا من منطقة دار علوش. تعمل في الستينات باش يجفف القرعة هذه، المنطقة القرعة اللي هي مخفض نتاع أرض كانت تتجمع فيه المياه. في الوقت هذاك في دولة الاستقلال المياه هذه المتراكمة نتاع الأمطار سببت أمراض بما فيها الملاريا في الوقت هذاك. الدولة بحكم ماهيش متقدمة صحيا وما فماش التلقيح الضرورية، قالت الحل الوقتي وقتها باش تعمل مجموعة من الأودية باش تجفف القرعة. وهذاك هو كان الهدف نتاعها، معناها مجرى طبيعي لسيلان مياه الأمطار. من بعدين في السبعينات، في بداية السبعينات انتصبت كبرت مدينة دار علوش وانتصبت مجموعة من المصانع وتطورت من وقت ذاك إلى يومنا هذا لين ولات واحد. وقول فما بناء فوضى. اللي يقول انه فما بناء فوضوي، انا كنقول رابط عشوائي بتصريف المياه المستعملة. هاش نعطيك الوضعيه، انا نحكي لك من بدايه الستينات، من كانت دار علوش مجرد قريه صغيره. صحيح كانت معناها فما ربط، وقف في الوقت هذاك الناس كل تصب ماها في الواد هذا، اما كانت قريه صغيره بالكل، وفي الوقت هذاك راهي في الستينات. اي اما توا وقت اللي ولات فما مصانع مشكله التلوث واللي ملاحظه اكثر، لكن هنا انتوما سي عدنان، انتوما المجلس البلدي الجديد المنتخب، دونك انتوما اللي عندكم السلطه توا على بلديه الهوارية، انتوما اللي تنضبطوا الى مجله الجماعات المحليه، وهذا كله نعرفه بطبيعه الحال. انتوما شنو عملتوا؟ دخلتوا في الموضوع هذا؟ شنو الحاجه اللي قمتوا بها بالضبط؟ احنا كما تعرف معناها تنصبنا اقل من شهر تويكا، متفاهمين، وكان من الاولويات نتاعنا هي مقاومه افه التلوث هذه وايجاد الحلول الجذريه مع السلطات المركزيه المعنيه، خاطر مشروع كما كاير راهو يتجاوز امكانيات البلديه الهوارية اللي هي ضعيف. ولكن ما رعنا الا انه الفتح اللي صار في المده الاخرانيه، خاطر شنو انا ما خليتنيش نكمل لك، راهو وادي القرعة تصب فيه في الوقت الاخراني اللي قلت لك قرابه 6000 متر مكعب من المياه الملوث، واللي هي خاليه نتاع مياه نتاع فضلات بشريه خام وطماطم معلبه من المصانع ومياه المصانع ومياه حتى نتاع مصانع نتاع معاصر زيت زيتونه وقت اللي تخدم المعاصر. الماء هذايا الملوث اللي ضر صحه الناس وضر الميدة المائية وأثر على جودة الحياة قلق الناس برشا، خليهم في مارس 2017 في حركة احتجاجية بعد ما أيسوا من تدخل الدولة، في حركة احتجاجية سكروا الوادة ذي بساتر ترابي باش الماء المسخ ما عادش يوصل للديار وما عادش يوصل للمنطقة. قلت لي أنت سي عدنان أنه طالبين من السلطة المركزية تتدخل ممثلة في ولاية نابل، يظهر لي
في ولايه نابل، في وزاره البيئه، وزاره الصحه، وزاره التجهيز، وزاره الفلاحه. واضح وجهه النظر واضحه. دونك اسمح لي خاطر معنا زاد بالهاتف السيده وليت نابل مدام سلوى الخياري في المباشر باش توضح لنا زاد هي وجهه النظر فيما يخص الاشكاليه هذه، بما انه هي ممثله للسلطه المركزيه وللدوله في ولايه نابل. مدام سلوى صباح النور. صباح الخير، مرحبا. يعيشك. دونك كنت تسمع في ضيفنا سي عدنان، انت اكيد عندك فكره على الموضوع كوليد نابل، كان تعطينا وجهه النظر نتاعك زاد. بالطبيعه الموضوع هذايا كان معناتها محل متابعه عنده برشا معناتها فتره. سامحني نسمع في ايكو راني في التليفون. مش مشكله، انت تسمع بينا بالتليفون مدام؟ باهي بالتليفون. احسن توا؟ اي احسن. اي تفضل مدام. فوالا دونك معناتها الموضوع هذا محل متابعه من معناتها من السلطه المحليه، من السلطه المركزيه، من السلطه الجهويه. نحب نلخصك في بعض الدقائق خاطر ما عنديش مسافه كبيره من الوقت. الواد هذايا هو مجرى تعمل معناتها باش يجهر منطقه القرعه اللي هي اراضي فلاحيه، وعمليه لافينيسمون وعمليه الدريناج راهي من بدايه القرن الماضي عملت معناتها من لي زاني 25 و 20 حتى لي زاني 70. في لي زاني 70 تفاقمت معناتها تفاقم الموضوع اني هذه اش معناتها قرعه؟ قرعه يعني هي منطقه رطبه، معناتها فما تجميع مياه، مياه النز، مياه الامطار، ومياه المائده المائيه اللي هي تكون قريبه، وبالتالي معناتها الاراضي هذه تكون مغطقه بالمياه وما ينجم ما تنجمش يستعملوها معناتها استعمال على الوجه الامثل في الفلاحه، خاطر هي منطقه فلاحيه بالاساس. في السبعينات تم انشاء المنشاه هذه لتصريف مياه النز اللي هو اسم دريناج. اي في معناتها اونتخ تون القرى بدات تكبر، جاو ناس وبناو قريب ياسر للواد هذاك، الواد هذاك يمتد راهو من درع الموش حتى للهواريه للشط، معناتها واي تصريف نتاع مياه معناتها مياه عاديه هو يمشي في البحر، معناتها في العالم كامل وفي تونس بصفه اخرى معناتها خاصه. جاو ناس ربطوا مياه الصرف الصحي نتاعهم بروت في الواد هذايا. بعد جاوا المعامل كيف المعامل قاعدين يصبوا في المياه الصناعيه اللي هي ماهيش ملوثه، راهو مياه هي متاتيه من غسل الطماطم، فهمت؟ ربما ماهيش تريتي بالطريقه المثلى على خاطر فما شوائب كبيره، معناتها فما دي بخي دو لا طومات اللي يطيح اللي يعبطوا في الواد هذاك، نورمالمون يهبط ماء نظيف، ماء نات، دو نات معناتها. لكن فيه مواد معناتها مواد طبيعية معناتها أورغانيك، ما لقيتهاش بالعربي. عضوية. وكانوا الناس في وقت ما راهو يسقيوا به الفلاحة، كانوا طالبينه من المعامل هذيك، كانوا طالبينه باش يسقيوا به المزروعات الفلاحية نتاعهم إلى سنة 2012-2013. فما الماء هذيك ما داموا هابط ماء طماطم وماء فضلات بشرية حاشاكم ولا كون معناتها قلق للمواطنين، هو ماء نظيف، ماء سبيل نظيف، كي تحطوا كونت لو ساكن وقت يحطوا الماء راكح راهو يولي اسن، ماء نظيف ماء سبيله، خلي هذايا ماء مخلط بالشوائب اللي حكينا عليها الكل. سيدة سلوى الخياري وليد نابل، شنو الحلول المطروحة أمامكم الآن؟ الحلول هو في ساعة وبعد نقول لكم الحلول. تسكر الماء من شيرة البحر، تسكر الواد من شيرة البحر في 2008 حتى لتوا، وكمل تسكر من شيرة سيدي مذكور، دونك الماء ارتفع من سوبر ارتفع في درع علوش. رجع على الديار. يرجع ديارو. انت تقصد لهنا مدام سلوى البراج اللي تعمل ديرنييرمون، دونك البراج اللي صار عليه مش براج، هو حواجز ترابيه عشوائيه، فهمت؟ سكر ميم البحر، الواد مسكر من جره البحر وتسكر في سيدي مذكور، كيفين الماء كله ارجع على درع علوش، الميده المائيه راهي تمست واحنا في امس حاجه من الماء، الاراضي الفلاحيه اتلفنا الزراعات لانها اصبحت مسقيه بالماء الاسن، الماء الغير معالج معناتها. الحل لقيناه، رانا الحل لقيناه وانطلق مشروع تطهير اللي تو انطلق في بدايه جويليا.
الناس عملته باش الرابط اللي كان عشوائي يولي رابط عن طريق ديوان التطهير. المشروع هذا يدوم 300 يوم معناتها في جويليا 2019 عام تقريبا اي عام كل المشروع هكا معناتها فما ماشا. دونك في 2019 ان شاء الله نكونوا الصرف الصحي ارتحنا منه. يقعد المياه المياه المتأكية من المصانع اخذينا اجراءات اللي معناتها اجبار اجبار معناتها المعامل هذية لاحداث محطات وما عندهم محطات زوج عندهم محطات واحد ما عندوش. الثالث يلزم يعمل محطة معالجة المياه ومحطة معالجة المياه بصفة بيولوجية معناتها حتى الماء المتأكي من المصانع يهبط نظيف في الواحد. القرار اللي خذيناه السنة بعد تشكيات دار علوش قلنا تقعد يقعد البحر مشيرة البحر يقعد مسكر لأنه توا وضع معناتها لأنه موسم صيفي فما مستعطين توانسة وغير توانسة قلنا ميسالش يقعد مسكر مشيرة البحر لكن نحلو شوية مشيرة سيدي مذكور يهبط الماء دون مانيغ غرافيتيغ يجي في مكان في وسط الواد اللي هو غارق نكلمكم بكل هكا معناتها تيغ تيغ يتعمل ان ريزيرفوار ناتوريل. الريزيرفوار ناتوريل هذيك فما منه شيء باش تمتصوا الارض على خاطر وبعاد فما شيء باش يمشي للبحر ولا لا 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 قلنا راهو البحر باش يقعد مسكر مسكر به راهو مانيش باش نحلوا البحر شيء باش يقع تبخر نتاعو في السخانه هذيا وشيء باش يمتصوا الواحد وقت اللي ونقعدوا نلاحظوا ونراقبوا وقت نحسوا انه المنسوب باش يرتفع نعاودوا نسكروا فهمت خلي يسرح الماء هذيك خلي يهبط اكل ما راهي الماء اذا المائيه والاراضي الفلاحيه في درع علوش راهي تضررت تضررا كبيرا اقبل تضرر المواطنين فما ناس في سيدي مذكور يقول لك انا نتشكى من الريحه فهمت وفما نتاع دار علوش يقول لك انا غاصت الاوحه. واضح واضح مدام يعطيك الصحه وبارك الله فيك. انا باش نرجع لسي عدنان دونك كنت تسمع فيه معاش معنا سي عدنان مازال مرحبا دونك سي عدنان دونك لهنا البراج ولا الانترفونسيون بين ظفرين اللي سميتها السيده الواليه العشوائيه عندكم مسؤوليه فيها عندكم دور فيها وشنو اللي صار بعد الوقفه الاحتجاجيه هذه معناها اللي صارت في الهواريه؟ اذا نقول لك فما يقول اي باهي ليكوت نحى توا سي بون باهي نحى تفضل سيدي تفضل تفضل سي عدنان نسمعوا فيك. نعقب على كلام السيده الوالي باش نوضح حاجه. ما يسالش تفضل. هي كيما تعرف هي فما من جهه البحر مسكر ومن قبل وفما قرارات نتاع فتح من جهه البحر ما تنفذتش والاسباب تنجم تجاوبكم عليها السيده الوالي. هذا شنو ولد؟ رجع الماء تحسر على مواطنين سيدي مذكور وعلى السكان اللي يسكنوا بجنب الولاد. زاد ضرهم اكثر. يعني على الاقل على الاقل هو كان ينجم يفتح على الكوليكا كحلول مستعجله لين يلقاو الحلول الجذري باش ما يتدرج. هذه النقطة الأولانية. النقطة الثانية الناس راهي وقت اللي سكرت السنة الفارطة راهم تفاهموا مع حاجات مع السلطة الجهوية فما محضر اتفاق بما فيها أنه الماء هذا باش يولي يخرج نظيف بما فيها أنه باش تتعمل قنوات لين يفوت أصحاب المصانع يصبوا فيها الماء لين يفوتوا الديار نتاع المتساكنين وجملة من الإجراءات أخرى ما تنفذ منها حتى شيء كان باستثناء الانطلاق في مشروع التطهير. هذايا الدولة إلى جاء إلى حد ما قامت بواجبها. تبقى المجموعة من النقاط الأخرى اللي اتفقنا فيها ما صار منها حتى شيء. لين رجعت بعد عام الوضعية كما عملنا معناها عندنا سنة كاملة خسرناها احنا. وإن شاء الله ما نزيدوش نقعد نرقدوا الموضوع للعام اللي جاي. شو هو؟ احنا ما نحقروش من قيمة الماء هذا ومن الوشواشة اللي قاعدة تقص في العباد وتسبب لهم في أمراض نتاع حساسية وأمراض جلدية وراهي روائح كريهة وكريهة جدا. وراهو كي تترسب المياه هذه وتقعد محصورة من جهة البحر راهو فما بالله تنجموا تشوفوا المختصين وأطباء وكليك أسألوهم عن الأمراض اللي تنجم تسببها في أمراض الكبدة الكبد والأمراض المعوية والأمراض نتاع المصارن هذا يجي نقول لك ما نجموش نكروه الناس الكل تعرفوا حتى السيدة الوالية حتى الدولة حتى سلطة الشرف الناس الكل تعرفوا هذا ونعرفوا ومش محتاجين باش نكونوا أطباء باش نعرفوا اللي تركم المياه المستعملة نجم يولد مشاكل صحية كبيرة برشا. اليوم شنو الحل سي عدنان بالنسبة لك أنت شنو الحل؟ نرجعوا اللي صار الأسبوع اللي فارت باش تحل الواد كي تحل الواد احنا كنا نبهنا قلنا راهو باش تصير مشكلة كبيرة. جميع الخبراء قال لك لا ماهيش باش تضر قلنا لهم رانا كبلدية الهوارية رانا على عين المكان رانا نعرف رانا أولاد المنطقة هذيك راهو باش تصير مضرة كبيرة وفعلا وقت اللي تحل الواد والقرار وقتها معناها بصراحة القرار كنا معناها ماناش قابلينه وما وفيه تعسف على بلدية الهوارية صار اللي صار فاضل ماء على الديار راهو ماء
ناكد لك راه على شعاع يمكن نتاع 3 كيلومتر راه احكي ليها خانقه. فما حالات نتاع اغماء صارت لك السكان اللي يسكنوا بجنب الواد، وجات الحمايه المدنيه ودخلت البلديه بسرعه فائقه. جاب ربي بعد ساعه من زمان، لو كان ما دخلتش البلديه وسكرت باش نقصت من منسوب المياه اكد لكم تصير وفيات ويكون غرق نتاع. دونك الاشكاليه تو ولات محصوره في منطقه سيدي مذكور هكا ولا؟ اي الاشكاليه دونك في منطقه سيدي مذكور هي الحقيقه. الحقيقه خاطر ما عندناش برشا وقت سامحني سي عدنان. اي في المنطقه الكل راهي كارثه. بالنسبه لسيدي مذكور فسرت لنا السيده الوالية بكري فيما يخص درع اللوج دونك وغيرهم. نحب في 30 ثانيه نرجع مع السيده الوالية كان معنا مدام سلوى. هل عندكم تدخل كسلطه مركزيه ان شاء الله قريبة او مبرمج على منطقه سيدي مذكور بالذات؟ الو وي مدام نسمعوا فيك. دونك هل عندكم تدخل على سيدي مذكور ان شاء الله بالذات؟ احنا اللي قالوا سي عدنان قال جمله من الاجراءات، المحضر قالها في 12 نقطه. اي جتمنا جل النقاط، قاعد النقطه نتاع المياه المتعلقه بالمثانه ونتاع اللوناس معناتها القنوات اللي قال عليهم قبل هذوك مسابقين لوناس. احنا شرعنا في المشروع الكبير دونك نتاع القنوات اللي قال عليهم ما عادش عندهم موجب. انا نحب نقول لك حاجه واحده اخي الكريم، انا توا في جلسه عمل مع انكسير انترناسيونال على ويد مذكور. انا بودي لو تسمعوه ما نجموش خاطر ما عادش عندنا برشا وقت مدام سلوى، لكن انا باش نطلب منك حاجه بكل لطف. لو كان ما نعرفش انت وسي عدنان والا معناها المجلس البلدي والولايه، مش نحكي انتم كاشخاص، ما نحكي شنو تمثلوا بالطبيعه. لو كان اكيد يعطيك الصحه، نحكيو مؤسسات، نحكيو على بلديه الهواريه ونحكيو على ولايه نابل. لو كان الهواريه وبلديه درع اللوش راهو يعطيك الصحه على خاطر عندهم زاده هما دايره بلديه وحدهم. اي دونك لو كان معناها ان شاء الله على قريب يصير حوار بيناتكم وتصير الكوميونيكاسيون باش الناس الكل تخرج بالحل. عملنا الحل في مصلحه الكل. عملنا الحوار والناس الكل حاضرين، ممثلين على البلديتين كانوا حاضرين، ممثلين على المجتمع البلدي كان حاضر، بلديه الهواريه رافضه فتح الويد في حين تمسكت بلديه زرعلوش بفتح الويد. اما شكون اللي اخطر؟ اللي شم في الروائح او اللي غرق في الاوحال؟ ما أنا متفهمين. أنا نحب أن الأربيتراج أنا هوني، والأربيتراج الآخر أنه المائدة المائية، وإحنا في فترة شح المياه في تونس كاملة، وعندنا مائدة مائية خسرناها، خاطر مائدة مائية تمسك بالمياه الملوثة، وزيد فما أون أنتكيزيون سليم معناتها نتاع من البحر. مفهوم مفهوم شنو هي الأضرار اللي تنجم تصير؟ الكل مفهومة مدام سلوى ونفهموها وبالحق ما تستحقش الحكاية خبراء، خاطر نعرفوا شنو تنجم تعمل المياه هذه. على كل حال نحن نتمناو أنه يتلقى حل إن شاء الله بسرعة للوضعية، ونعول بالطبيعة على حس الوطني نتاع الناس الكل، الأطراف الكل بالطبيعة. الأطراف المتداخلة الكل من ولاية نابل للبلديات للمعتمديات الكل إن شاء الله الكل مع بعض. الوزارة تدريجيا. واضح 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 مدام سلوى الخيري وليتنا بالمشكورة جدا على تدخلك معنا، ايضا سي عدنان الاحمر المستشار البلدي ببلديه الهواريه مشكور زاد ايضا على تدخله معنا، واكيد نحن باش نزيدوا نتابعوا الموضوع هذا عن كثب وباكد